أهلا بكم مشاهدينا، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الكاظمي يجدد عهده للمتظاهرين بمحاسبة المنتهكين، والشعب يطالبه بوثبة ضد القتلة أسوة بحملته على الفاسدين. لجنة تعديل الدستور الرئاسية تنهي مهمتها بنجاح، ومسودة التعديلات تثور على أعراف سياسية متجذرة. وعرعر يفتح الخليج على العراق، المنفذ جاهز بمئات الوظائف خلال أسابيع. عبوة ملغمة تنسف المعهد الأمريكي في النجف، هجوم إرهابي يثير فزع السكان، والشرطة تفتح تحقيقا. وحصيلة الإصابات بكورونا تنخفض نسبيا، والصحة تبشر العراقيين، نسبة الشفاء تقترب من 80%. أهلا بكم من جديد. بعد حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين فاسدين، طالبت فعاليات شعبية ومنظمات حقوقية ومتظاهرون طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراءات فعالة وجادة للكشف عن قتلة المتظاهرين، وذلك أسوة بالإجراءات المتخذة في لجنة التحقيق بقضايا الفساد. واستغربت المنظمات والفعاليات الشعبية عدم توصل اللجان التحقيقية والسلطات القضائية والتنفيذية إلى أي نتائج تخص قتل المتظاهرين منذ تشرين الأول الماضي، وطالبوا رئيس الوزراء بموقف شجاع وجريء لكشف القتلة الذين يشتبه بارتباطهم بفصائل وأحزاب متنفذة ومحاسبتهم. في ردود فعل الشارع العراقي على حملة الحكومة ضد الفاسدين، رحب مواطنون بالخطوة، لكنهم طالبوا رئيس الوزراء بخطوات أقوى تلي الحملة ضد الفساد، وذلك بمحاكمة المتهمين علنا وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه أن يتورط في ملفات وقضايا فساد مستقبلا. نريد نتائج هذه الخطوات، احنا لا نريد اليوم احتقل مدير الشركة لفلان، مدير مؤسسة لكذا، نريد شيء ملموس، نريد نتائج التحقيق. ما هي نتائج التحقيق التي تبين من خلال إلقاء القبض من قبل القضاء العراقي؟ أنا أقول بصراحة، على كل حال الشارع العراقي يرحب بهذه الخطوات، لكن أن تكون وراء هذه الخطوات هي مبادرة كبيرة وحيوية وبها دعم مرجعي ودعم شعبي، يجب أن تطبق على أرض الواقع. أنا أريد أشوف فاسدين في المحكمة، أنا أريد نتائج تحقيقية، كم من الأموال التي سرقت وهربت خارج العراق. هناك خطوات جادة من السيد رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، في تغيير الواقع نحو الأفضل، لكن هناك أحزاب كثيرة، أغلب الأحزاب تقف ضد هذه التغييرات، وإن كانت بعضها يدعي أنه مع التغيير، لكنه هي محاولة للاستهلاك للمحلي والتأثير على امتصاص النقمة الجماهيرية، إذ أن الواقع يعني الجماهيري في الشارع العراقي يدعو إلى تغيير العملية السياسية برمتها وتغيير الواقع الفاسد نحو واقع أفضل. يعني بعد 10 أشهر على إغلاقه نتيجة المجزرة التي حدثت فيه، أعيد افتتاح جسر الزيتون بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار وسط حضور جماهيري وأمني كبير. قيادة شرطة ذي قار افتتحت الجسر بالتعاون مع عوائل شهداء تشرين والمتظاهرين في ساحة الحبوبي وفي جسر الزيتون، وذلك بعدما كان مغلقا نتيجة الأحداث الدامية التي شهدها قبل نحو 10 أشهر.
ووسط ترحيب من الجميع باتخاذ هذه الخطوة لما لها من أهمية على الوضع العام داخل المدينة، مع التشديد على محاسبة قتلة المتظاهرين والمتسببين بهذه الجريمة. اليوم أهل الناصرية بكل أطيافهم والنسيج الاجتماعي في محافظة ذكار بكل أطيافها، قيادة الشرطة يقومون بجهد كبير حقيقة عجزت عنه كثير من الجهات الحكومية. اليوم تم فتح جسر الزيتون على توقيع الأوضاع إلى المدينة ذكار. أهل ذكار تحملوا الكثير بسبب أحداث العشرة أشهر الماضية، تركوا يعني بدون أي معالجة من قبل السلطة المركزية، مجرد وعود لم يتم تطبيقها. المحافظة هي محافظة منكوبة بإقرار البرلمان، لكن هذه المنظومية وهذه النكبة لم يتم تخفيفها. مجرد وعود بإعطاء المدينة 50 مليار دينار، لا نعرف لحد الآن أين تذهب. لحد الآن رئيس الوزراء لم يبادر إلى زيارة محافظة ذكار. مبادرة ذوي الشهداء ومتظاهرين ساحة الحبوبي وكافة الفعاليات الاجتماعية بمحافظة ذكار بفتح جسر الزيتون هي مبادرة إيجابية من محافظة ذكار، يجب أن تنعكس إيجابا في التفاتة الحكومة للمطالب اللي رفعت في هذه الفعالية اليوم من إكمال التحقيق، ملف التحقيق بقتلة المتظاهرين وكذلك تعويض ذوي الشهداء، والالتفات إلى محافظة ذكار من جانب تهيئة الملفات الخدمية والملفات التي على أساسها تم اعتبار ذكار مدينة منكوبة. تعليقا على فتح جسر الشهداء في الناصرية، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لذوي الشهداء بمواصلة البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر إن إعادة افتتاح جسر الزيتون في الناصرية خطوة مباركة تستحق الثناء والشكر لأهالي الناصرية ولشبابها الواعي، مضيفا أن هذه الخطة تثبت أن الحوار لا التصادم هو الطريق لفهم تطلعات الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أن تصميمات نصب الشهداء ومتحف تشرين اكتملت وستباشر الفرق الفنية لإنجازها فورا. مع انطلاق حملة محاربة المتورطين بقضايا الفساد المالي وإداري، ترتفع الأصوات في ساحات التظاهرات تطالب بحملة تشبهها ضد قتلة المتظاهرين. لمزيد من التفاصيل نتابعوا هذا التقرير. صافرة الانطلاق نحو قبض المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد أطلقت، حملة ستطيح بالعديد من حيتان الفساد، خطوة وصفها الشارع العراقي بالجيدة خصوصا بعد بدء قطف ثمارها. الآفة التي استشرت وأخرت الكثير من المشاريع وبناء بلد حقيقي هي آفة الفساد المالي والإداري. التركيز عليها والتركيز على الفاسدين وإحالتهم إلى العدالة ويعني تضييق الخناق على هذه الظاهرة هي ظاهرة صحية لبناء دولة ديمقراطية حديثة ترعى جميع أبنائها. في غضون ذلك تتعالى أصوات المحتجين في سوح التظاهر ويتساءلون متى تبدأ حملة محاسبة قتلة المتظاهرين التي طال انتظارها. بخصوص دولة رئيس الوزراء، احنا جايين نشوفه يتحرك وتحركاته إيجابية إعلاميا، لكن تطبيق على أرض الواقع لحد الآن لم نرى أي شيء يثلج قلوب عوائل الشهداء. يعني محاسبة قتلة المتظاهرين لحد الآن، هو واعدنا بهذا الشيء لحد الآن ما نفذ هذا المطلب، هو مطلب شرعي. تأييد شعبي وسياسي لانطلاق عمليات اعتقال الشخصيات المتورطة بقضايا فساد كبيرة، يزداد معه ترقب لنتائج التحقيقات لإثبات استطاعة الكاظمي على محاسبة الفاسدين. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. الكاظمي يجدد عهده للمتظاهرين بمحاسبة المنتهكين، والشعب يطالبه بوثبة ضد القتلة أسوة بحملته على الفاسدين. المتابعة حول هذا الموضوع، ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي الأستاذ محمد زنجنة. أهلا بك أستاذ محمد. إذا مطالبات شعبية بمحاسبة قتلة المتظاهرين بمستوى يرتقي إلى الحملة التي أطلقها السيد الكاظمي ضد الفساد وضد الفاسدين، هل يمكن أن نشهد ذلك في الأيام المقبلة برأيك؟
نعم مساء الخير. طبعا بشكل عام لاحظنا وجود تحركات على أكثر من مستوى للسيد الكاظمي لحلحلة المشاكل، إذا كانت مسائل تتعلق بالفساد ومسائل تتعلق بالعلاقات مع دول الجوار ودول العالم وحتى مع إقليم كردستان، هذه كلها مؤشرات إيجابية تبين بأن هذه الحكومة ماضية في طريقها لتحقيق ما أراده الشعب العراقي. ولكن أيضا يجب أن نسأل، هل سيكون الكاظمي لوحده موجودا على هذه الساحة أم سيكون مع معاونين للقضاء على هذا الفساد؟ أو بمعنى آخر، هل ستكون هناك أحزاب وأطراف وتيارات متنفذة في العملية السياسية العراقية ستفسد ما يريده الكاظمي وما تريده الحكومة الحالية؟ لذلك أعتقد بأن السيد الكاظمي هو أمام أكثر من تحدي حول هذا الموضوع. نعم من الممكن أن نشهد في الأيام القليلة القادمة العديد من التحركات الإيجابية، هناك حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين عراقيين، هناك قرارات منع السفر، ولكن كيف ستحسم هذه الأمور؟ هذا ما ينتظره الشعب العراقي. هل ستكون المسألة فقط مساومات حزبية تنتهي باتفاقات بتدخل دول الجوار، أم ستنتهي بمسألة يعني تقسيم مالي أو مناصفة مالية لما تم سرقته؟ وهل سيتم إعادة المال المسروق من قبل هؤلاء الفاسدين إلى خزينة الدولة؟ طيب. أم سيتمتع بها فاسد آخر؟ هذه المسألة سألت يجب أن تجيب عليها الحكومة. سألت إن كانت هناك جهات سياسية أو تكتلات سياسية ستقف بالضبط من محاولات السيد الكاظمي بالمضي بالإصلاح في الدولة العراقية. هناك سؤال آخر، هل يمكن أن نشهد كتل سياسية تعاون الكاظمي في فتح هذه الملفات وفي حلها؟ هل يمكن أن يتوفر الظهير السياسي لرئيس الوزراء؟ نعم، إعلاميا كلهم يقولون نحن ضد الفساد، أكثر من كتلة حتى قبل أن يتولى السيد الكاظمي رئاسة الوزراء، كل الحكومات وكل الأحزاب التي ترأست الحكومة قالوا بأننا نريد أن نصفي البلد من الفاسدين. ونحن نتذكر جيدا الحملة التي بدأها العبادي عندما كان رئيسا للوزراء، فيما قيل في ذلك الوقت بأنها قانون للإصلاحات، وتمت شرعنة هذا القانون من قبل مجلس النواب العراقي. نعم من الممكن أن نشهد إعلاميا بعض الأطراف التي سوف تساند الكاظمي إعلاميا ستقول نعم بأننا مع الفساد، ولكن إن طالت هذه المسائل مسؤولين وقيادات حزبية وسياسية من أحزابهم ومن تياراتهم ومن كتلهم، بالتأكيد هذه المسألة سوف تتغير، وسوف يكون التراجع شيئا فشيئا عن مساعدة الكاظمي للقضاء على الفاسدين، بل سيتهم الكاظمي حول هذا الموضوع، وستكون هناك إسقاطات سياسية ضد الكاظمي. طب إذن من الذي سيساند السيد الكاظمي؟ ما هي أدواته لإنجاح هذه الخطوات التي يقوم بها؟ يعني هل ترجح مثلا دعم دولي، دعم من واشنطن، دعم من دول الخليج بهذا الاتجاه؟ حاليا حكومة الكاظمي مدعومة دعما قويا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تجسد في زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فيما يتعلق بحلحلة المشاكل مع إقليم كردستان. هناك نعم دعم من قبل الاتحاد الأوروبي، هناك دعم من قبل المنظمات الدولية التي يعني لديها مكاتب في العراق ولديها مشاريع إنسانية وسياسية في العراق. نعم هذا الدعم الدولي من الممكن أن يكون نقطة مهمة حول هذا الموضوع. نعم هناك حكومات لدول عربية مثلا المملكة العربية السعودية، الإمارات، كل هذه الدول تدعم الكاظمي، ولكن كل هذا الدعم لا يكفي إن لم يكن هناك دعما داخليا قويا. إذن ما الذي يتوجب على الكاظمي فعله حول هذه المسألة؟ أولا أن يحاسب الفاسدين دون الاعتماد على هذه القوى السياسية، ثانيا أن يكون هناك قرارا وطنيا عراقيا بمحاسبة الفاسدين، ثالثا وهو الأهم أن يكون هناك تطبيق لكافة القوانين الاتحادية وتجديد لهذه القوانين، والأهم من كل ما ذكرته من النقاط الثلاث مراجعة واسعة وقوية في السلكين، في السلك العسكري وسلك الشرطة فيما يتعلق بالداخلية والدفاع، لأن هناك أكبر فساد على مستوى العراق بوجود السلاح الفاسد بيد هذا أو ذاك. إن استطاع الكاظمي أن يتغلب على كل هذه المسائل شيئا فشيئا وعلى مراحل، فأنا أضمن بأنه سيحقق نجاح لا يقل عن 50% من الخطة التي وضعها. سيد زنجنة، أنتم في أربيل هل تدعم سيد الكاظمي؟ هل يمكن أن نقرأ الزيارة الأخيرة لسيد الكاظمي إلى أربيل بأنها خطوة باتجاه توحيد الصفوف الداخلية من أجل مواجهة الفساد ومن أجل مواجهة الفاسدين؟
نعم، سؤال مهم جدا. اليوم كانت هناك تغريدة لدولة الرئيس مسرور بارزاني بيّن تفاؤله لحلحلة المشاكل. هناك لجان ما زالت موجودة في بغداد تمثل إقليم كردستان للتوصل إلى اتفاق نهائي وكونكريتي حول المشاكل بين الطرفين. حكومة إقليم كردستان تدعم البرنامج الحكومي بغض النظر عن شخصية رئيس الوزراء وإلى أي حزب ينتمي. نعم، اليوم حكومة إقليم كردستان تدعم البرامج الإصلاحية للحكومة العراقية لحكومة الكاظمي، تدعم كافة المسائل التي تتعلق بمصلحة المواطن العراقي ومصلحة إقليم كردستان. ونستطيع القول بأن إقليم كردستان كان دوما مبادرا إلى الإصلاح وما زال مبادرا إلى هذا الإصلاح، وتأكدوا بأن الإقليم اليوم يقف خطا واحدا مع كل من يحارب الفساد وكل من يحارب كل ما يضر بمصلحة المواطن العراقي. نعم، أؤكد بأن حكومة إقليم كردستان ماضية في نفس الطريق لدعم الحكومة العراقية، ولكن الشرط هنا أن لا تخرج لنا فئات أخرى تريد تغيير هذا الموضوع وتريد دق الأسافين بين الطرفين باستغلال قبة البرلمان أو باستغلال الشارع. المحلل السياسي الأستاذ محمد زنقنان، كنت معنا من أربيل، أشكرك جزيل الشكر. في الشأن السياسي، كشف كبير هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري أن لجنة التعديلات الدستورية المشكلة من قبل الرئاسة قدمت مقترحين، أحدهما أن يكون نائبا لكل 100,000 ناخب، مما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائبا. الشكري أشار إلى أن رئاسة الجمهورية ركزت على أن تكون التعديلات الدستورية ذات طابع موضوعي بعيد عن التوافقات السياسية، ومبينا أن اللجنة ضمت 23 أكاديميا وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها سياسي واحد. وأضاف الشكري أن الرئيس برهم صالح وجه بعرض التعديلات على مكتب رئيس الوزراء للخروج بكتاب مشترك، ولافتا إلى أن التعديلات الدستورية ستذهب إلى مجلس النواب وترفع إلى الاستفتاء الشعبي. في ذات السياق، أكدت لجنة التعديلات الدستورية أن المقترحات أو التعديلات التي تعمل عليها اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لم تصلها حتى الآن. اللجنة أشارت إلى أن التعديلات الدستورية التي تعمل عليها اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية دون أثر قانوني ما لم تمرر عبر مجلس النواب، مبينة أن التعديلات تتضمن مقترحا بتشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات. ونوهت اللجنة أن توزيع المقاعد البرلمانية على أساس الناخب من أجل تقليص عدد أعضاء البرلمان فيه الكثير من المشاكل، لأن النسبة السكانية تزيد في كل عام ما يقارب 1,000,000 شخص، بالتالي ستزيد أعداد أعضاء البرلمان بحدود 70 نائبا دورة بعد الأخرى. ماليا، أكدت وزارة التخطيط أن موازنة عام 2021 ستعالج الإشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وذلك إلى جانب إيرادات النفط. وقالت الوزارة أن موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط لتأمين النفقات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين وعلى الجانب الصحي والبطاقة التموينية وغيرها من النفقات الضرورية، مبينة أن موازنة العام الحالي سيقرها مجلس النواب خلال شهر أيلول الجاري. أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أن الإجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ستكون رافدا مهما لموازنة العام المقبل. قالت اللجنة أن موازنة العام المقبل ستشهد لأول مرة ارتفاعا في نسب الواردات غير النفطية، وذلك نتيجة لسياسات تنويع مصادر الدخل الوطني، مشددة على ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة أخرى، وتوجه إلى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة إلى التمويل الذاتي لبعض الجهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية. لجنة تعديل الدستور الرئاسية تنهي مهمتها بنجاح، ومسودة التعديلات تثور على أعراف سياسية متجذرة.
للمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي الأستاذ علي البيدر. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، ما رأيك بمسودة التعديلات التي وصفت بأنها تثور على الأعراف السياسية المتجذرة؟ هل يلبي ذلك مطالب الشارع؟ نعم ست آلاء، تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. حقيقة مواد الدستور الحالية هي أشبه بالشبكة، متداخلة مع بعضها بشكل عميق، وبذلك عندما نقوم بتعديل مادة أو حذف مادة أو استحداث مادة جديدة فإنها سوف تتعارض مع مواد أخرى وبالتالي تخلق أزمات في هذا الموضوع. البيئة التي كتب فيها هذا الدستور في العام 2005 لم تكن بيئة مثالية أو بيئة مناسبة لإنجاح هكذا مشروع يحدد هوية ومستقبل البلاد، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى تعديل فقرات هذا الدستور وإنما إلى إعادة كتابة دستور جديد. القضية أشبه بما حصل في الدستور الفرنسي عام 58 عندما وجد الشعب أن هذا الدستور لا يمثل رغبات وطموحات وأحلام الفرنسيين. طيب. فتمت إعادة كتابة دستور جديد بمناخ وبيئة أكثر مناسبة، وحقيقة هذه المرحلة ربما تشبه المرحلة السابقة، يشوبها الكثير من الفوضى والغموض وعدم وضوح الرؤية السياسية لكافة الزعماء السياسيين، وبالتالي حتى وأن يعني يصار إلى كتابة دستور جديد في هذه المرحلة فإنه سوف يخلق الكثير من الأزمات، لكن هو بلا شك أفضل من تعديل فقرات أو بنود هذا الدستور النافذ. إذن كما أشرت هناك إشكاليات كبيرة ربما يعني ستظهر بشكل أكبر عندما تمرر هذه التعديلات إلى مجلس النواب، لكن مجلس النواب اللجنة الدستورية فيه تقول أنها لم تستلم حتى الآن التعديلات القادمة من اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية. سلاسة يعني التعامل مع الموضوع، سلاسة الانتقال من هنا إلى هناك، هل سيمرر مجلس النواب هذه التعديلات بسهولة أم سنقع في مشكلة أعقد وأكبر؟ يعني من جانب دستوري باحت لا اللجنة المشكلة في رئاسة الجمهورية ولا حتى لجنة إعادة كتابة الدستور أو صياغته في البرلمان، يعني هاتين اللجنتين غير دستوريتين، نحتاج إلى مؤسسة جديدة تتعلق بالسلطة التأسيسية مهمتها كتابة وصياغة دستور جديد للبلاد، وهذا الأمر لا يتم في ظل وجود برلمان يتطلب الاتفاق بين رئاسة الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان بعد تصويت ثلثي يعني عمل الأعضاء. هذه اللجان غير دستوري؟ نعم، يعني اللجنة اللي في رئاسة الجمهورية اللي مشكلة بهذا الغرض، وكذلك اللجنة في مجلس النواب اللي أعتقد يرأسها السيد محمد تميم أو السيد فالح الساري، وتتكون من عدة أعضاء من عدة مكونات للشعب العراقي، وبالتالي هم يدورون في فراغات أو مساحات غير دستورية، و يعني تحركاتهم أو جهودهم سوف تكون مضيعة للوقت وللجهد، ولو يعني يلتهوا في أمور كثيرة تتعلق بإجراء الانتخابات لكان الوضع أفضل بالنسبة لهم. نعم، وحتى للشعب العراقي. نعم، المحلل السياسي الأستاذ علي البيدر أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية سيجري خلال 20 يوما، وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء وبتنسيق مع الديوان الملكي السعودي، مضيفا أن هناك جاهزية من البلدين لافتتاح المنفذ.
في هذه الأثناء أكد محافظ الأنبار علي فرحان أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي سيوفر مئات فرص العمل لشباب المحافظة، فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية للأنبار بشكل خاص والعراق بشكل عام. كما أشار إلى أن الحكومة المحلية أنهت كافة الاستعدادات لإعادة افتتاح المنفذ. بالتأكيد منفذ عرعر هو مهم جدا بالنسبة لمحافظة الأنبار، والتأكيد سينشط الحركة الاقتصادية في المحافظة والعراق بشكل عام. هناك عائدات تصل عليها المحافظة، هناك أكيد سيتم تشغيل عدد كبير من أبناء المحافظة والأيدي العاملة، حركة اقتصادية تكون واسعة، وخصوصا نأمل أن يكون هناك حقيقة كثير من الناقلات من الحركة التجارية ستدخل منطقة المنفذ وتستغني عن المنافذ الأخرى التي ربما تشكل أعباء كبيرة جدا على عمليات النقل. أنا أعتقد المنفذ سيكون له مساهمات كبيرة جدا في دعم الاقتصاد المحلي في المحافظة، على اعتبار أن نسب من الأرباح تعود إلى المحافظة، وكذلك أيضا من تشغيل الأيدي العاملة وحركة الاقتصاد بشكل عام. الافتتاح سيكون بعد زيارة السيد دولة رئيس الوزراء إلى السعودية، سيعلن هناك، ولربما رئيس الوزراء يحضر إلى احتفالية افتتاح المنفذ بشكل عام. نحن كمحافظة مستعدين لهذا اليوم وننتظر ساعة الصفر لحين لافتتاح هذا المنفذ. عرعر يفتح الخليج على العراق، المنفذ جاهز بمئات الوظائف خلال أسابيع. من الأنبار ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور نزار ذياب. أهلا بك دكتور. دكتور، إذن يبدو أن فتح منفذ عرعر مسألة وقت فقط، متى تتوقع أن يفتتح المنفذ؟ يعني الجانب العراقي أشار إلى أن الاستعدادات كافة الآن جاهزة. دكتور نزار، سأعيد السؤال. دكتور نزار، فتح منفذ عرعر سيشكل فائدة اقتصادية كبيرة لمحافظة الأنبار وأيضا العراق بشكل عام، أبرز الفوائد الاقتصادية، أبرز النتائج الإيجابية التي سيلمسها المواطن العراقي بعد فتح المنفذ؟ يبدو أن هناك خلل بالاتصال. دكتور نزار، هل تسمعني؟ إذا تسمعيني. شكرا ست آلاء، شكرا لمشاهديك الكرام. بالتأكيد افتتاح هذا المنفذ الحدودي ستكون له أبلغ الآثار على الاقتصاد العراقي وعلى الاقتصاد المحلي بالنسبة إلى محافظة الأنبار. معروف تاريخيا أن العلاقات العراقية السعودية لم تشهد استقرارا وتناغما خلال عقود كثيرة، وبالتالي فإن افتتاح هذا المنفذ بعد إغلاقه لأكثر من 25 سنة تقريبا سيفتح بوابة اقتصادية جديدة، ليس فقط في مجال تبادل السلع من خلال هذا المنفذ، وإنما سيكون واحة اقتصادية نتيجة لما اطلعنا عليه من كون البنى التحتية لهذا المنفذ الحدودي بنى كفوءة وقادرة على أن تستوعب الكثير من مجالات التطوير الاقتصادي. وبالتالي فإن العلاقة بين العراق والسعودية ستكون علاقة اقتصادية متطورة مبنية على أسس ومقومات، ولا تخفى أن مقومات هذه العلاقة موجودة بشكل كبير. العراق والسعودية اقتصادان كبيران واعدان، وبالتالي فإن النشاط الجديد عبر بوابة ومنفذ عرعر الحدودي سيكون لها أبلغ الأثر على الاقتصاد العراقي، ستشجع المستثمرين، وهناك بيئة استثمارية واعدة في العراق وفي محافظة الأنبار بشكل خاص. سينعكس تأثير هذا المنفذ الحدودي ليس فقط على محافظة الأنبار وإنما على العاصمة بغداد وعلى محافظات الشمالية بشكل خاص، سيساهم في تشجيع حركة النقل، وبالتالي سيكون. طيب دكتور نزار، موضوع مهم. نعم دكتور نزار، ما هي أبرز القطاعات التي ستشهد نموا بعد فتح هذا المنفذ الذي أشرت إلى أنه كان مغلق يعني لأكثر من 3 عقود؟ بالتأكيد سيكون لهذا المنفذ
تأثير مباشر على حركة التنمية، فهو سيفتح فرص جديدة للعمل، سيشجع حركة النقل بين العراق والمملكة العربية السعودية، سيشجع المستثمرين السعوديين إلى البدء بالتفتيش والبحث عن الفرص الاستثمارية وما أكثرها، فهي فرص واعدة في مجالات متعددة في الاقتصاد العراقي، في القطاع الزراعي هناك مجالات واعدة للاستثمار، في القطاع الصناعي، في قطاع الخدمات، في قطاع السياحة، في قطاع النفط والطاقة، في قطاع الاستخراج المعادن، نعم. كلها مجالات، وأنا نعرف أن السعودية لديها خبرة، وخاصة خبرتها في مجال التنمية الاقتصادي. نعم. من جانب آخر يمكن القول أن هذا المنفذ سيحفز التجار العراقيين على الحركة بالاتجاه المعاكس، وأيضا ستكون هناك حركة للتجار العراقيين بالاتجاه الآخر. إضافة إلى هذا، بالنسبة إلى محافظة الأنبار سيكون هناك مجال للاستفادة من الإيرادات المالية المباشرة التي ستكون كحصة من إيرادات هذه المنافذ، نعم. التي ستنعكس على الخدمات في محافظة الأنبار. نعم دكتور نزار دياب الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من الأنبار، أشكرك جزيل الشكر. أمنيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة بابل. وقالت الخلية أن رتلا كان ينقل معدات للتحالف الدولي المنسحب من العراق بواسطة شركات نقل عراقية تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع في منطقة بمحافظة بابل، مضيفة أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، حيث واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها. في غضون ذلك أيضا انفجرت عبوة ناسفة على المعهد الأمريكي لتعلم اللغات في حي الغدير بمحافظة النجف. وأكد المصدر فتح الأجهزة الأمنية في المحافظة تحقيقا حول استهداف المعهد الأمريكي، مبينة أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار عبوة ناسفة وتسجيل خسائر مادية فقط. وبشأن الاستهدافات المتكررة على البعثات الدبلوماسية وأرتال التحالف الدولي، صرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق. وقال الصدر في تغريدة له على تويتر أنه لا توجد مصلحة من إدخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف عن طريق استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية، مؤكدا ضرورة اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلاته. في صلاح الدين، أفادت خلية الإعلام الأمني بانفجار كتس للعتاد في معسكر سبايكر بمحافظة صلاح الدين. الخلية قالت إن كتس للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة انفجر في قاعدة الشهيد ماجد التميمي سبايكر بالمحافظة. من جهتها أكدت عمليات صلاح الدين أن عبوات ناسفة انفجرت في بناية متروكة بالقاعدة نتيجة سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة، مبينة أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية. هذا وما يزال ملف المغيبين مبهما في محافظة صلاح الدين أو ديالى عفوا، حيث لا توجد إحصائية رسمية عن أعدادهم، إلا أن عوائلهم تعاني من قسوة الحياة وسط مناشدات بتغيير واقعهم. لمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير. لم تستطع أي جهة في محافظة ديالى حصر أعداد المغيبين والمفقودين منذ عام 2003 ولغاية الآن، فالأعداد غير الرسمية تشير إلى أكثر من 1000 وأغلبها بعد عام 2006. هنا مفوضية حقوق الإنسان رصدت الكثير من الحالات وما حصل لعوائلهم من تبعات تمثلت بالفقر والتشرد، وحتى في بعض الأحيان
بالنزوح قصرا. المغيبين والمفقودين تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية جمة أثرت على الحالة المعيشية لعوائلهم. نجد الكثير من الأطفال يعملون في الشوارع بأعمال لا تليق مع أعمارهم. كذلك نجد هناك كثير من عوائل المغيبين والمفقودين يعملون بالورش الصناعية والمحلات والتسول والبطالة تفتك بعوائلهم، كونهم لم يحصلوا على أي حقوق ولم يتم الأولى لم يتم حسم مصير هؤلاء المفقودين. لم تعوض أي عائلة من هذه العوائل، بل تعدى الأمر إلى العوائل البقية ليصطدم أغلب الشباب بشبح البطالة وازدياد حالات الفقر في العراق. ففي محافظة ديالى أكثر من 80,000 خريج عاطل عن العمل، ومن لا يحمل الشهادة أكثر بكثير. كل هذه الأمور تدفع عوائل عدة إلى زج الأطفال بالطرقات لكسب قوت اليوم. هو للأسف هاي 17 سنة أي حكومة تجي، حكومة ورا حكومة تواكب، ماذا قاعد تستثمر هالطاقات الشبابية؟ وهالسبب رئيسي يخلي الشباب وهواي أشخاص كفؤين يسافرون خارج القطار على مود أكو ناس اللي تحتضنهم، لأن أنت تعرف شاب يعني قضى عمره يدرس ويحصل شهادة وبالأخير بعدين يجي بطالة. الطفل محمد النازح من مدينة السعدية يسكن في إحدى المخيمات في ديالى، ويخرج يوميا منذ الصباح حاملا المناديل الورقية ليعيل عائلة كاملة بعدما خطف والده قبل أعوام، وما يزال مصيره مجهولا إلى اليوم. مختصة الأربع سنوات وإحنا عايشين بالكرفانات، يعني ما صريش رجعونا لديارنا، ما صير والله رجعونا، والله بيع كلينس اليوم أطلع 4-5، يعني ما صير والله. لم يتبقى لهذه العوائل سوى زج الأطفال لتوفير لقمة العيش بعدما فقدوا المعيل وخيمتهم بالحياة. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. عبوة ملغمة تنسف المعهد الأمريكي في النجف، هجوم إرهابي يثير فزع السكان، والشرطة تفتح تحقيقا. للمتابعة حول هذا الموضوع انضم معنا من أربيل العميد ركن المتقاعد الدكتور عياد الطفال. أهلا بك دكتور. دكتور، إذا لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن مثل هذه التجاوزات الأمنية إن صح التعبير، عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل، عبوة ناسفة على المعهد الأمريكي في النجف، ما القصة؟ تحية لك سيدتي، تحية المشاهدين قناتكم العراق. للأسف الشديد العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يملك موقفا خارجيا واضحا أبدا. الإيرانيون يعتبروننا نحتضن الأمريكان ويطالبوننا في الخروج منه. أمريكا ودول العالم معها يعتبروننا أننا نساند ونساهل الأمور للفصائل والميليشيات بالعبث بأمن المنطقة. هذا كله ناتج بسبب موقف المنظومة السياسية والسياسيين أحزاب وأشخاص الغير واضح تجاه كل ما يجري، حتى نحن العراقيين لا نعرف نحن مع من، وهذا انعكس سلبا. هل من المعقول أن تتكرر هذه العمليات وبشكل شبه يومي في العاصمة بغداد وأطرافها والفاعل مجهول ولا نعرف أحدا ولا يتهم لا حزب ولا يسمى آخر ولا تتخذ أي إجراءات؟ أصبح الأمر مهين بالنسبة للحكومة أمام كل دول العالم ومعيب على الجيش العراقي ووزارة الدفاع. أليس من المخزي أن تقوم سفارة مثلا بالدفاع عن نفسها؟ أين الدفاع الجوي؟ أين خطة الدفاع عن العراق؟ هل صمم هذا ونظم جيشنا ليقاتل على شكل أو يقاتل العصابات والمنظمات الإرهابية وعاجز عن تأمين العاصمة؟ هذا موقف يجعل العراق يخرج بموقف يائس وبائس جدا أمام المنظومة العالمية. الآن العمليات أصبحت شبه يومية وبنفس الأماكن ولمدة سنتين ولا نعرف من الفاعل. مجرد ما كل الذي نستطيع العثور عليه
هي المعدات وهي أنا أتصورها عندما ينفذون الواجب هم يخابرون على الأجهزة الأمنية حتى تحضر. والدليل على ذلك أكثر هذه قواعد الكاتيوشا أنا كمتابع عسكري ليس فيها هبة خلفية حتى تقول من هنا أطلقت، لا أبدا. ونفس العمليات تتكرر خلال هذا الشهر، تكررت للمرة الثامنة، علما أن بداية قصف مثلا المنطقة الخضراء من بداية العام لحد هذا اليوم 14 مرة، 8 منها هذا الشهر. هذا موقف مخيف. ثانيا بغداد يا سيدتي 4 فيالق فيها، جهاز مكافحة الإرهاب بفرق الثلاثة ومقر فيلق، الشرطة الاتحادية بفرق الثلاثة فيلق، دكتور أعياد وأيضا قيادة عمليات بغداد هي فيلق، نعم، وأيضا وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الشرطة. دكتور هذا يطرح سؤال مهم، عددهم 96 ألف يعني فيلق. دكتور هذا يطرح سؤال، ماذا يفعل كل هؤلاء أمام هذه التجاوزات الأمنية؟ اللجان التحقيقية التي تفتح تقيد يعني ضد من؟ ضد أشباح مثلا؟ هناك من يتساءل هكذا. هذا هناك ضعف استخباري إذا هم لم يعرفوا هذه الفصائل وبالأسماء، وأيضا حتى المنفذين بالأسماء. ما معقول يعني بالعلم العسكري أين الاستخبارات؟ هذا ضعف استخباري كبير أولا. اثنين عدم وجود الإرادة القوية. والنقطة الثالثة الولاءات التي تختلف ضمن هذه القطعات، يعني احنا اي منطقة التي ينفذ منها هذا الرمي يجب ان يعاقب امر الفوج ومستوى امر السرية وامر اللواء وقائد الفرقة ومدير الشرطة وامر المركز. طيب دكتور، وكل الشخصيات وحتى القوات الموجودة، امن وطني، مخابرات، استخبارات. دكتور، يعني اكثر من 14 جهاز امني احنا بس في فقط بغداد، ولكن العمليات تتكرر بشكل يومي. دكتور المسألة خلال الأسبوع 3 مرات انقصفت المنطقة الخضراء. نعم دكتور، المسألة مسألة ضعف استخباراتي أم أن الجميع يعرف الجهة المسؤولة والمتورطة بهذه الحوادث ولا يريد أن يحاسبها أو لا يستطيع محاسبتها مثلا؟ كل اللي ذكرتيه مجتمعا هو أيضا الضعف، أيضا يعرفون ولا يستطيعون. ثلاثة هؤلاء يعني هذا الموقف الغير واضحان اللي قلته، يعني أبسط شيء، يعني مثلا الحكومة ترفع مشروع قانون زمن عادل عبد المهدي للبرلمان، يصوتون البرلمان على إخراج القوات الأمريكية، يرجع عادل عبد المهدي يطلب من القوات الأمريكية قصف مراكز داعش، يبدأون يقصفون داعش، يبدأون هاي الفصائل ترميه. من يسألوهم أنتم مع من وش تريدون من هاي القوات؟ يعني انتوا تريدون مع الكاتيوشا ام مع العمل السياسي المنظم ام يبقون الامريكان مع هذا الحال؟ يجاوبون نعم، هذا موقف، ذاك موقف حكومي وهذا موقف مقاومه، مقاومه من وانت تستعين بهم على داعش، لكن من جهه اخرى انت تضربهم. هذه المهالطه وعدم الوضوح بالرؤيه هذا شوش العراقيين اولا، وشوش الدول المنطقة والعالم كله. احنا اذا ظلينا في هذا زمن الفوضى والفشل في تأمين موقف سياسي واضح متوازن، هذا يذهب صدقية البلد ويجعلنا ضمن اطار الدول الفوضوية. ما رأيك بتغريدة السيد مقتدى الصدر اليوم التي نشرها على تويتر والتي يقول فيها أن الاستهدافات المتكررة للبعثات الدبلوماسية تدخل العراق في نفق مظلم وأن أي محاولة لإخراج قوات التحالف تتم عبر البرلمان، ما رأيك بهذه التغريدة؟ هذه التغريدة وغيرها مطلب الشعب العراقي الجماهير. هناك أطر تنظم العلاقة نحن مع الأمريكان دستوريا وقانونيا وحكوميا، واكو اتفاقيات. اما انت تخرق الاتفاقيه وتعرض الناس للخطر، يعني الصاروخ اللي وقع على العماره شنو الجدوى منه؟ يعني شنو اللي حققتوه؟ وقبلها سقط وجرح طفله، وقبلها ايضا تسقط هنا وهناك. انا اقول لهؤلاء جميعا كمنظومه سياسيه تتبعها هذه الميليشيات او هذه الفصائل يجب الوضوح بالعمل. نعم. وخلق جو متوازن صادق. اتضحت الصورة دكتور أعياد. سيدنا عمر يقول اصدق وإن قتلك.
نعم، الركن المتقاعد الدكتور أعياد الطوفان، العميد الركن المتقاعد الدكتور أعياد الطوفان، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أربيل. في آخر موقف وبائي، سجلت وزارة الصحة 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و4305 إصابات، فيما بلغت حالات الشفاء 4205 حالات، وبهذا يصبح مجموع الإصابات الكلي 311690 إصابة، والوفيات 8408 حالات، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء الكلي من كورونا 245305 حالات. إلى ذلك، أكدت لجنة الصحة النيابية أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، وقالت اللجنة أن العراق في مرحلة الذروة حتى الآن ولا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا رغم تناقص الإصابات بشكل طفيف، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية حذرت من موجة أخرى لجائحة كورونا في الشهرين المقبلين، مؤكدة أن الوقاية والتباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى تبقى أدوات فعالة جدا للحد من تفشي كورونا. في محافظة الأنبار، دعت اللجنة الإعلامية لخلية الأزمة في الفلوجة إلى عدم رمي الكمامات والقفازات المستخدمة في الشوارع العامة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على المواطنين. الخلية أكدت أن كوادرها رصدت هذه الظاهرة غير الصحية مؤخرا بين أعداد كبيرة من المواطنين وسط دعوات لعمال النظافة باتخاذ أقصى درجات الوقاية خلال جمع النفايات، فضلا عن دعوة المواطنين إلى رمي الكمامات والقفازات بعد استخدامها في أماكن مخصصة لها، ذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا. كلجنة إعلامية لخلية الأزمة في الفلوجة، رصدنا ظاهرة رمي الكمامات وحتى الكفوف والقفازات عند مداخل المؤسسات الحكومية والدوائر، وهذا يؤشر إلى ظاهرة خطيرة، وهي أنه الموضوع أصبح مجرد روتين لا أكثر، بعيد كل البعد عن الإجراءات الوقائية الصحية. صراحة ندعو كل عمال البلدية الخدمات إلى ارتداء الكمامات والقفازات أثناء عملهم، لأن هناك وجود كميات كبيرة من الكمامات الملقاة عن الأرض، وقد تكون هذه الكمامات تحمل الفيروسات، فندعوهم إلى اتخاذ كل إجراءات الوقاية، يعني بصفتهم كعمال نظافة مثلا أو خدمات، حتى يتوقون من هذه الكمامات التي قد تحمل الفيروس. بنفس الوقت ندعو كل المواطنين إلى عدم رمي هذه الكمامات في الأرض ورميها يعني بحاويات النظافة. في خطوة نحو دعم مرضى كورونا الذين اتخذوا من منازلهم حجرا صحيا لهم، انطلقت حملة إنسانية لتوفير الأكسجين الطبي وأجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم. لمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. شهدت مدينة الفلوجة انطلاق حملة إنسانية لمنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم لمرضى كورونا المحجورين في منازلهم من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية. تم إطلاق حملة على في الأنبار وخاصة في مدينة فلوجة بتأمين الأكسجين وملحقاته إلى المرضى الموجودين في الحجر المنزلي، وبصراحة هذا الموضوع لاقى استجابة كبيرة من المتبرعين وكذلك من وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا اللي نجح الحملة هو تعاون معمل الأكسجين المصطفى اللي هو معمل الأهلي في الفلوجة، بأنه ساعدنا بأنه يقدم الأكسجين مجانا للمرضى الموجودين في الفلوجة. هنا في هذا المعمل يتم تسليم الأكسجين الطبي مجانا لمن يحتاجه من المرضى المتعففين، فضلا عن المؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن آلية دقيقة تحافظ على سلامة العاملين. أول شيء إحنا المعمل الوحيد تقريبا بشرق الأنبار دا نجهز المرضى بالحجر المنزلي، والمعمل الرديف المديرية صحة الأنبار، وتجهيز يعني الصحة وتجهيز المرضى هنا، لما يجون المرضى أكثر شيء بالحجر المنزلي يجيب القنينة مالته يم هنا يم الرنبة، ننزلها من عندنا نعفرها وندخلها ونشحنها وننطيها، وعد المرضى المحتاجين لا دا ننطيهم قسم مجانا، واللي أموره ماشية لا سعرها مينا مخفض. تكاتف الجهود بين المعامل الأهلية والمنظمات المدنية والمؤسسات المعنية بمواجهة كورونا
كان له دور إيجابي في المساهمة بإنقاذ المرضى الذين كانوا بحاجة ماسة إلى الأكسجين الطبي. تم الاتفاق على وضع برنامج متكامل بين منظمات المجتمع المدني العامل في مدينة الفلوجة وبين مستشفى الفلوجة التعليمي والمؤسسة الصحية العاملة فيها، الغرض منها دعم المحجورين منزليا وتوفير كافة المستلزمات الطبية والاستشارات الطبية لهم، ومن ضمنها المادة الأساسية وهي الأكسجين. خلال أزمة كورونا ظهر نوعان من الحجر، الحجر الصحي الحكومي والذي تشرف عليه بشكل مباشر دائرة صحة الأنبار، أما الحجر الآخر فهو الحجر المنزلي حيث يتخذ كل مريض بكورونا من منزله حجرا خاصا به، وهذا الحجر قد تم دعمه من خلال حملة إغاثية إنسانية من قبل منظمات المجتمع المدني، وهذه الحملات قد ساهمت كثيرا بارتفاع نسب الشفاء من كورونا في الأنبار. لقناة الفلوجة، سلام خالد. مشاهدينا، إذن كانت هذه آخر الأخبار معنا في هذه النشرة التي ناقشنا فيها المطالبات الشعبية للكاظمي بمحاسبة القتلة على غرار محاسبة الفاسدين وانخفاض النسبي بكورونا. لم يتبقى إلى العناوين. الكاظمي يجدد عهده للمتظاهرين بمحاسبة المنتهكين، والشعب يطالبه بوثبة ضد القتلة أسوة بحملته على الفاسدين. لجنة تعديل الدستور الرئاسية تنهي مهمتها بنجاح، ومسودة التعديلات تثور على أعراف سياسية متجذرة. عرعر يفتح الخليج على العراق، والمنفذ جاهز بمئات الوظائف خلال أسابيع. عبوة ملغمة تنزف المعهد الأمريكي في النجف، هجوم إرهابي يثير فزع السكان، والشرطة تفتح تحقيقاً. وحصيلة الإصابات بكورونا تنخفض نسبياً، والصحة تبشر العراقيين نسبة الشفاء تقترب من 80%. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه النشرة، ودائماً كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة تي في وأيضاً صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.